السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وخاصكم حتى خير. كي دايرتوا مع البرد؟ جيسبر كلشي يكون مزيان. اليوم ان شاء الله واحد لا فيديو على واحد غوسيت جديده، واحد لا غوسيت لي سهله، واحد الشامبوان، شامبوان ساهل وزوين ديال الدار، الناس اللي عندهم شعرهم جاف، الناس اللي كيكريبيو شعرهم بحالي، وحتى اللي شعرهم يدم يقدر يديروا هاد الشامبوان، مفيش مشكل. حيت اصلا هاد الشامبوان هذا اللي عندهم مثلا القشره ولا عندهم هذيك الجلده ديال شعرهم كتحرقهم، مقشره ايغيتي، وهذا مزيان لهم. نقول لكم علاش مزيان لهم. المهم نبداو بعدا بالمكونات. بالنسبه للمكونات نبداو بهذا. هذا درت فيه ماء مقطر، اولا تقدروا ديروا لي زيدغولا، ديروا مثلا الايدغولا ديال الازير. انا جو بريفير الازير الا كان شعرك ناشف وما كيت اولا شعرك ما كيتحمش الايدغولا ديال الازير، تقدروا ديروا علمه الماء مقطر وصافي، اولا ديروا ماء ديال الزهر مقطر ديال ماء الزهر. مهم شوفوا نتوما، انا درت الازير هنايا في الازير تقريبا درت على 100 غرام. هنا كيف ما كتشوفوا درت 300، كملتها بالماء مقطر حيت ما بقاش عندي الايدغولا ديال الازير. دونك كيف ما كتشوفوا 300 غرام ديال الماء. درت فيها تقريبا 20 غرام ديال الحليب. نورمالمون انا كندير فيها الحليب ديال هادي لي دانيس اون بودغ. هاد لي دانيس انا تنخدم بها بزاف. كندير بها بحال دابا في البرد، كندير بها سميتو ما عرفتش نسميه ان لي ولا نسمي ان نيتوايون ولا نسمي اون موس ولا ما عرفتش. المهم كندير به واحد لا فورمول، كنغسل بها وجهي في البرد، حيت البرد تيكون اصلا ما خصكش تشرب تغسلي وجهك بشي حاجه اغريسيف، سورتو وجههم في ساعة كيحمر، اللي عندهم مشاكل في وجههم عندهم لا سونسيبيليتي في وجههم حساس، خصك شي حاجه اللي تكون تري دوس، تكون ابيزونت، تكون شي حاجه اللي تلطف، تكون لطيفه على البشره ديال وجهك، لان اصلا العوامل الخارجيه بركه عليها. دونك هذا غادي كنديرو هنايا في هاد الشامبوان هذا، ولكن ما بقاش ليا بزاف. دونك درت بلي لي الاخرين اللي عندي، درت لي دو كوكو، ها هو لي دو كوكو حتى هو كنخدمتي به حتى هو، ولكن جو بريفير هذا لا باس به ماشي شي حاجه، ولكن مزيان في الشامبوانات هذا مزيان. كملت بهذا دونك 300 غرام، راه هادشي ما غاديش نكتبو. دونك الا كنتو انتريسي بهاد لا فورمول بهاد لا ريسيت كتبوا، ملي تبداو الفيديو كتبوا باش هكا ما تعاودوش الفيديو اشاك فوا. دونك 300 غرام، زدت عليها 20 غرام ديال لي بودغ ديال ليلي، درت البودغ ديال لي. المهم خصكم في التوتال 20 غرام لي دو كوكو سميتو لي دانيس، وكملتها بهاد لي داموند اون بودغ حتى هو راه ساليتو، حتى هو اللي تنخدم هذا تقريبا سي لو كاتريوم باكي، حتى هو ساليتو جو لادور. الا غتقولوا واش نقدروا نديروا شي حليب اخر، ديروا شي حليب اخر الا عندكم ديروا ماشي مشكل. دوليا نديروا لي ليكيد، تقدروا ديروا لي ديال لافوان، راه كاين بزاف بحال هاد لا فورمول هادي، كاينه بزاف كيديروا بها كيديروا فيها غير لي دافوان، ولكن كتنشف الشعر. مهم انا هادي ما كتنشفش ليا شعري. دونك 20 غرام ديال لي دانيس اولا لي دو كوكو اولا جمعوا لي اون بودغ اولا شي لاخر اللي نتوما ترتاحوا فيه. شنو ثاني عندي؟ دونك قبل ما نكمل هاد ليلي شديتهم درزتهم على هاد الماء، هاد لي دغولا وهاد الماء درتهم في باماري باش يلاه تذوب ليا مزيان هذيك لي بودغ ديال ليلي، سورتو لي دو كوكو ما كيدوبش فاسيلمون، كيبقى شحال خاصك تشدي هذاك الميكسور بلونجو وتديريه، الا ما كانش عندك الوقت وتطحنيه، سينا كان عندك الوقت ديريه في ماماغي وسيري ضربي دويره غادي تجي غتلقاه داب، خاصو شويه ديال الوقت. المهم من بعد شنو غادي نديرو في حاجه اللي غادي تغسل لينا الشعر ديالنا؟ انا
الشامبوانات اللي كندير راه ما كيرغوي وشي رغوه، شي حاجه قليله الرغوه ديالتهم. حيت شحال من وحده جربت الشامبوان اللي حطيت، اولا مثلا تنهضر معاهم اون بريفي وكان كنعطيهم اوتخو فورمي اللي انا ما حاطاهمش في لاشين، كيقول لي راه كنديروا الزيت راه ما كيرغويش لينا، راه انا الزيت اللي كنتو دايرين زيت شعركم هادشي راه ما كيغسلش ليكم، باسكو تبقاو تكثروا تغسلوا ديروا شويه وتغسلوا تغسلوا حتى يتغسل ليكم الشعر، يعني ماشي بحال هذاك الشامبو اندستريال اللي كيدقل ولا تيغسل كيدير ديك الرغوه بحال غادي تغسلي بيه زربيه، وانا ديك الرغوه انا هي اللي هلكت ليا شعري. ما كنحملهاش، كيديروا فيها بزاف ديال لي طونسيون اكتيف بزاف خايبين للذات، بعدا قبل ما يكون خايبه للشعر ولا الجلده ديال الشعر خايبه للذات، خاصه الا كان عندك واحد التاريخ مرضي انت في غنى عنه. انا كنهضر على راسي وانتم ادرى، مهم زعما باش نعلمكم بان هادشي راه ما كيرغويش هذيك الرغوه. الا كنتم بحالي كنتم من المحبين ديال الشامبوانات اللي ما كيرغويوش بزاف حدو قدو مزيان، دونك شنو غادي نديرو في الرغوه؟ غادي نديرو سميتها غنديرو الاس اي غادي نديرو تقريبا 15 غرام. دونك بالنسبه هنايا قلنا الاسي، بالنسبه للطونسيون اكتيف الثاني اولا نقولوا حنايا لو كو طونسيون اكتيف، غادي نديرو تقريبا واحد 10 غرام، 10 غرام من دوسور دو كوكو. هذا زيت عليا، هذا كناخذو من امازون، هذا تا هو كناخذو من المهم تقريبا كلشي من امازون الا سميتو هاد الكوزكا خديتو من واحد البلاصه اخرى، لي زويل حتى هما خديتهم من بلايص اخرين. المهم دونك هنا غادي نزيد هاد الاس اي باش يذوب، الا ما دابش غادي نديرو في الباماغي، انا زربانه غالبا غادي نديرو في الباماغي. المهم غادي نديرو في الباماغي ونرجع معكم ان شاء الله. هذا صافي في الباماغي، دونك دابت ليا هذيك لا بودغ. دابا غادي نزيد طونسيون اكتيف الثاني، نقدروا نسميوه معزز للرغوه، قال هكا كيسميوه بالعربيه، الله اعلم نقدر نكون غلطه. نحرك هنا تقريبا درت مختلف ديال الزيوت، درت ويل دو ريسان، هذاك زيت الخروع الجامايكي، داك كيقولوا ويل دو ريسان نوار. درت دونك المهم درت 20 غرام 20 غرام خلطت فيها، درت في داك زيت الخروع، درت ويل دو جوجوبا هكا نص هكا وهكا. تقدروا ديروا ويل دو كوكو، جو بريفير ديروا ويل دو كوكو مع زيت ديال الجوجوبا، كيعطي واحد النتيجه احسن. دونك حتى هو نزيدوه ونخلطو مزيان. نسيت ما جبتش لا غونزانطان، انا نمشي نجيبها. هنا غادي ندير تقريبا، ها هي لا غونزانطان، غادي ندير تقريبا واحد معلقه ونص هاد الشامبوان ديال الدار، فريمون ديال الدار سور ميزور، على حسب لو بيزوان ديال كل وحده فيكم. يعني بالنسبه للناس اللي تبيعوا بحال دابا البنات اللي كيصيبوا في الدار وكيبيعوا، ما ننصحهمش يبيعوا حيت لا فورمول ما مقاداش، خصكم الفورمول بغيتي تاخذوا منها، يعني تاخذوا الاساس وتشوفوا شي لابوغاتوار ولا تشوفوا شي كوزميتولوج يصاوب لكم، ولا شيميست ان شيميست يصاوب لكم لا فورمول مزيان. نصيحه يعني هذا تعطيو دي كادو، مثلا تعطيو كادو للناس اللي كيفهموا هذا الشيء، ماشي اي واحد. نصيحه من وحده مجربه درت دي كادو وندمت. انا عند راسي كنكبر بالواحد ساعه على داعي. المهم دونك
وديروه لريوسكم، ديروا هكا لعائلتكم الصغيره، بنتك اختك ماماك، يعني اللي تاهما غاديين معاكم في نفس المبادئ وفي نفس يعني في نفس الخط كيف ما تيقولوا. دونك هاد لاغون فيزونتال انا درتها ما نخليهاش شويه باش شويه يعطينا داك القوام، شويه داير بحال لي شامبوان اللي تتباعوا، يعني شويه متكتل جوليفيون متكتل باش ما يجيناش هكاك ثاني ميه، لانه غادي يضيع علينا بون، غادي نوصلوا شعرنا غادي يضيع علينا. دونك غادي نخليه شي شويه. شنو بغيت نقول، غادي نحسب البي اش، نشوف البي اش الا كان طالع غنهبطو، كان طالع يعني طالع انا ما كنبغيش يوصل فوق 7، لا 8 7 ما كنبغيهاش بزاف انا بالنسبه ليا كضر شعري. كاين شي واحد اخرين 7 مزيانه اليوم. التجربه هي اللي غادي تخليكم انكم تعرفوا اللي كيليق لكم اللي ما كيليقش لكم. كيف ما ديما كنبغي هذيك 6 5.5 6 6.5 بالنسبه لشعري انايا. بحال دابا اللي شعرهم يدم يوم يكون بي اش واصل 7. هادشي اللي كاين والله اعلم، هادشي اللي كاين. مهم نخليها شي شويه على ما هذيك هاد لا غوم على ما تدير في راسها شي شويه، تطلق شي شويه. تقدروا ديروا هذيك لا غوم ديال الكاجينان، زوينه مزيانه بزاف في لي شامبوان في لي جيل دوش. كانت عندي خويته صراحه عمرني خدمتها معاكم، درتها بزاف ديال الحوايج، كنعجز صراحه نصور سخته سخته هاد هاد لي سميتو لي غوسات ديال الدار ديال الكوزميتيك ميزون، كنعجز نصور صراحه كنعجز، جو سوي با موتيفي انني نصور زعما هادي صراحه. مهم الله يبدل الاحوال بمحسن. نخلي هادشي يذوب شي شويه ونعاود نرجع لكم. من يلاه دابا ساليت عبرت البي اش، غالبا ملي تنديروا الاي سي اي وتنديروا الدوسور دو كوكو ما تلقاوش تي اش البي اش طالع ولا هابط ولا ما تلقاوش واحد ديزيكيليب. المهم ما تلقاوش تي اش تي اش لا 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 ما كنلقاوش البي اش طالع. لقيتو 6.5 6.5 اللي لقيتو مناسب ليا بزاف. دونك ما درت لي حتى شي حاجه. هانتوما كتشوفوا غير هذيك المعيلقه وشويه اللي درت ديال لاغوم كزانتان عطاتني هذيك هذيك التجميعه اللي بغيت، يعني عقدت ليا الشامبوان داك التعقيده اللي بغيت. دابا انا جبت درت حق درت واحد ليكستري لي غير باش يريح ليا شي شويه ديال الشامبوان، واحد ليكستري دو كوكو عندي مزيون، كنت خديته من واحد كنت خديته من واحد الشركه، خديت من واحد ماشي شركه واحد لو سيت كيبيع لي برودوي كوزميتيك نسيت على سميتو. خديت منه هو واحد النوع ديال لا فيتامين سي، خديت منه شي حوايج زوينين ماشي هنا في المغرب برا المغرب، هادشي قبل ما يديروا هاد المسائل ديال لادوان وهذا. واحد الرائحه رائعه 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 فنه. شنو ثاني بغيت نقول، الماده الحافظه درتها ودرت هذاك كيف ما قلت لكم ليكستريم. مهم الماده الحافظه درت تقريبا بغيت نقول لكم بالغراماج، غادي ديروا 0.7 غرام، تقدروا توصلوها حتى ل 1 غرام يا با سوسي. نعاود بالنسبه بحال دابا لو بارفان اللي غادي ديروا يكون واحد الفراغونس تكون ناتوريل، ما ديروش بارفان كيميك، ديروا فراغونس ناتوريل على حسب نتوما ملي كتاخذوا. غيعطيكم لافيش تكنيك شوفوا شحال غادي ديروا. بالنسبه للكوزغار، كوزغار كيف ما قلت لكم 0.7 غرام، اولا تقدروا تمشيو حتى ل 1 غرام. هادشي اللي كاين. دابا غادي نشوفوا الرغوه، انا الرغوه ما كتهمنيش بزاف مي اللي كيهمني هو انه ما يشنتش ليا شعري وما يضرنيش وصافي. ها انتم ها الرغوه، راه كي رغوي الرغوه لا باس بها،
هانتوما. الا ما بغيتوش تغسلو بيه شعركم غسلو بيه الدات ديالكم كوم ان جيل دوش، سورتو بور لي بيرسون اللي عندهم الجلد ديالهم داير ناشف او لا كيحكهم، عندكم الحكه الحكه يفو فيغ اتونسيون مع لي فراغرانس، واخا تكون ناتورال تقدر تضركم. اللي عندها داك الجلد ديالها في ساعه كتيرو شي حاجه، كتيرو هاد لي برودوي شيميك لي جيل دوش ما تقدش عليهم، ولا هذا كتغسل غير بصابون ديال الحجره، ولا هذا بارفو كيطلع عليهم في راسهم هذاك لو سافون سوليد. تقدروا ديروا هذا، تقدروا ديروا غير دوسور دو كوكو بوحدو، تقدروا ديروا الاستيكي اللي عنده مشاكل من الاستيكي، اللي الاستيكي كيجي ينشف لي الداس ديالو كيديرو كي اولا شعرو اولا هذا، تقدروا تحيدوه، تقدروا ديروا طونسيون اكتيف اخر وديروا تزيدوا دوسور دو كوكو. بالنسبه لو كور تقدروا تكتفيو بدوسور دو كوكو. الوغ انا جبت هذا حيت لقيتو عندي، بغيت نقول لكم هذا حتى هو تقدروا ديروه، هذا الحليب هذا هذا دي اسبانيا ريتشي دي كوكو، ما عرفتش الا نطقتها مزيان الاسبانيوليه. هذا كنلقاه في الغيون بيو ديال برجان وشريته، خدمت بيه حتى وشحال من حاجه، وتقدروا ديروه في الماكله. لي زانغريديون ديالو مزيانين، هذا تقدروا تخدموا به مثلا هذا الشامبو هذا رائع زوين، هذا حتى هو تقدروا ديروه كوم ماسك على شويه العسل، كان عندكم شي عسل مزيان ولا شي ميلاج ولا شي حاجه، او ديروه مع شي ديروه مع الحنه مع لي بودغ، هذا رائع للشعر. قلبوا في الغيون بيو في مرجان، هما مالغوزمون ما كيلتزموش، مره كيجيبوه مره ما كيجيبوش، في مدن تيكونوا في مدن ما تيكونش، المهم قلبوا صافي. البنات اللي في اسبانيا راه خلاص راه عندكم هذا الشيء، هذا راه هاد لا مارك راه معروفه جو بونس عندكم. دونك هادشي اللي كاين نديرو في سبيتو في البواط ديالو في القرعه ونرجع معكم. دونك هنا درتو في هاد القريعه هادي، هانتوما تشوفوا كيفاش كيبان. هاد لا غوسيت سورتو درتها على قبل واحد لابوني فن غزاله بحالكم كاملين، بحال كاع اللي تيخليو لي دي كومونتير زوينين وتيشجعوني، زينب اللي في العريش اللي عزيز عليا، الله يعمر ليها الدار والحمد لله الحمد لله. انا كنت سبب من بعض الله انها بدات كتعلم هذا الشيء، ماشي بدات تعلم تبارك الله، تعلمت انها اي حاجه تخدمها بيديها وديها لراسها، هذا كيتسمى داك التعليم الذاتي، يعني كتعلمي بوحدك، هذه سي اون تري تري بون شوز. وانا هذا بارمي لي بوت ديال لاشين ديالي، هو ان الواحد يتعلم بلي مويون دو بور، داكشي اللي عنده تقاتل بداكشي اللي عنده. دونك هاد لا فورمول هادي سي سورتو لا هي، لانها كتقلب على دي زعما دي غوسيت اخرين هكا في المتناول، وهذا سورتو انها في العريش. دونك هاد لي كوكو مثلا غادي تلقاه 100%. حاجه اخرى بغيت نقول لكم، هاد لي دانيس الى عندكم امكانيات خذوه، بنات لي فرنسا خلاص راه ساهل زعما فريمون، انا صراحه مرتاحه عليه رائع، كندخلو في بزاف حوايج كيف ما قلت لكم. نتوما تقدروا تدخلوا مثلا عارف شي ماسك الا كديروا لوجهكم، ماسك بحال دابا ديال بودغ ديال الروز بودغ ديال الحمص، زيدوا هذا، زيدوا واحد المعلقه ولا نص معلقه، مزيان بزاف 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 الوجه، انا مرتاحه فيه. لاموس ان شاء الله اولا نيتوايون، مهم على اين بزاف المسميات والهدف واحد. غادي نتقاسمها معكم، انا صاوبتها لواحد السيده اللي كدير ان تريتمون لي اسي سيفير لوجهها، تريتمون ديال ديرماتولوج، ودرت ليها هاد سميتو النيتوايون ا باز دو بودغ دو لينا دو لي دانيس، وصراحه قالت لي بحال رحمه سيدي ربي ابيزا ليها بزاف بزاف هذوك لي روجور الحموريه وهذيك الالتهاب اللي في وجهها اكوز بهذيك التريتمون اللي هي دايره. ما كان ماشي كنقول ان هذا سحري وعاديري على ضمانتي، لا قدر ينفعك قدر ما ينفعكش، هذا كيف ما دائما كنقول غير كنتقاسم، انا مجرد شغنقول تقاسم، يعني كنجو بارطاج.
لي زانفو اللي عندي التجارب ديالي سورتو هذا ما كان حتى حاجه ما عندي سحريه وحتى شي حاجه انا ما عندي ما نقدر نقول عليها راه رائعه وغادي دير لك ما نعرف اش وغتحل لك المشاكل ولا هذه لا على حسب حنا كيف ما دائما كنقول حنا ما كنتشابهوش نحن نختلف وكل واحد شنو كيلقى راحته التجربه هي اللي كتخليك انك تعرفي ما كيريحك وشنو ما كيريح هذا ما كان سمحوا لي على الطوال شكرا لكم بزاف بزاف على التشجيعات وشكرا لكم بزاف اللي باقين واخا كنتعاطر باش نحط الفيديو وباقين متبعيني وكيتسناو لي فيديو ديالي الله يرحم الوالدين الله يخطيكم تهلاو في راسكم السلام عليكم.